لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال ذكر لنا أنه كان كلما بحث متاع رجل منهم استغفر الله تأثما، قد علم أين موضع الذي يطلب، حتى إذا بقي أخوه وعلم أن بغيته فيه قال لا أرى هذا الغلام أخذه ولا أبالي أن لا أبحث متاعه. قال إخوته إنه أطيب لنفسك وأنفسنا أن تستبرئ متاعه أيضا. فلما فتح متاعه استخرج بغيته منه. قال الله كذلك كدنا ليوسف. قد ذكرنا أن قضية الاستغفار تأثما مع قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف الذي يدل على أنه ما فعل ذلك إلا بوحي من الله عز وجل. ذكر الاستغفار والتأثم فيه نظر لأنه إنما فعل ذلك بأمر الله. واختلف أهل العربية في الهاء والألف اللتين في قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه، فقال بعض نحوي البصرة هي من ذكر الصواع، وقال وأنث وقد قال ولمن جاء به حمل بعير لأنه عنى الصواع، قال والصواع مذكر، ومنهم من يؤنث الصواع. وعناها هنا السقاية وهي مؤنثة، وهما اسمان لواحد مثل الثوب والملحفة، مذكر ومؤنث لشيء واحد، وهذا أقرب. استخرج السقاية لأنه قال فلما جهزهم بجهزهم جعل السقاية في رحل أخيه. وقال بعض نحوي الكوفة
في قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ذهب إلى تأنيث السرقة، الشيء المسروق. وإن يكن الصواع في معنى الصاع فلعل هذا التأنيث من ذلك. قال وإن شئت جعلته لتأنيث السقاية، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن جعله من يعود على السرقة في سياق الخبر لا يصح، لأنه لم يكن هناك سرقة، وإنما هذا من الكيد الذي علمه الله ليوسف ليأخذ أخاه. وإذا كان يخاطبهم بشيء لأنهم سرقوا أخاهم من أبيه فيصح أن يخاطبهم، لا أن يحكي الله عنهم أن هناك سرقة، أن هناك شيء مسروق، لأن الذي استخرجه يوسف لم يكن شيئا مسروقا، وإنما كيد كاد الله له حتى يأخذ أخاه. فإنما أخذ السقاية. واستخرجها من وعاء أخيه. وقال آخر منهم إنما أنث الصواع حين أنث لأنه أريدت به السقاية، وذكر حين ذكر لأنه أريد به الصواع. وقال ومثل ذلك الخوان والمائدة وسنان الرمح وعاليته وما أشبه ذلك من الأشياء التي يجتمع فيها اسمان أحدهما مذكر والآخر مؤنث. وهذا خلاصة الكلام الذي ذكره قبل ذلك أيضا. أنا عندي جزء هو قوله قال وإن يكن الصواع في معنى الصاع فلعل هذا التأنيث من ذلك. قال وإن شئت جعلته لتأنيث السقاية. قال والصواع ذكر والصاع يؤنث ويذكر، فمن أنث قال ثلاثة أصوع مثل ثلاثة أدور، ومن ذكره قال ثلاثة أصواع مثل أبواب. ما بعد ذلك قرأنا قوله كذلك كدنا ليوسف، يقول هكذا صنعنا ليوسف حتى يخلص أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه بإقرار منهم أن له أن يأخذه منهم ويحتبسه في يده. ويحتبسه في يديه ويحول بينه وبينهم، وذلك أنهم قالوا إذ قيل لهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاء من سرق الصواع أن من ورد ذلك في رحله فهو مسترق به، وذلك كان حكمهم في دينهم. فكاد الله ليوسف كما وصف لنا حتى أخذ أخاه منهم فصار عنده بحكمهم وصنع الله له. هل يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالكيد؟ نقول الكيد التدبير في خفاء كالمكر، والله يتصف من ذلك بالصفة التي لا نقص فيها، كما قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وامكر لنا ولا تمكر علينا.
فهذا التدبير في خفاء، والله يدبر ويصنع من حيث لا يشعر الناس، ومن حيث لا يشعر من يستحق أن يمكر به ويكاد به. كاد ليوسف بإخوته، كاد بهم لأنهم يستحقون ذلك إذ لم يتوبوا بعد كل هذه السنين حتى أصابهم ما أصابهم، فتابوا عند ذلك. قال: وقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم وقضائه وطاعته. كلمة دين هنا بمعنى الطاعة، بمعنى الحكم، بمعنى القضاء. قال: لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له، حتى أسلم من ولد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه، وطابت أنفسهم بالتسليم، طابت أنفسهم بالتسليم قبل أن يفتش، لأنهم حاولوا كل المحاولات أن لا يأخذه، ولكن قالوا بأنفسهم: جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه. فهذا الذي قالوه كانوا ساعة ما قالوه طيبة به أنفسهم. عن مجاهد: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا فعلة كادها الله له فاعتل بها يوسف. عن مجاهد: كذلك كدنا ليوسف كادها الله له فكانت علة ليوسف، كانت سببا لكي لا يأخذ في تنفيذ حكم الملك، وإنما اصطلح معهم على حكمهم، على جزائهم، على قضائهم، حتى يستطيع أن يأخذ أخاه لأنه لم يكن له أن يأخذه في حكم الملك. عن مجاهد قال: ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال: إلا أن يشاء الله، إلا فعله كادها الله فاعتل بها يوسف. عن ابن جريج: كذلك كدنا ليوسف قال صنعنا. عن السدي: كذلك كدنا ليوسف قال صنعنا. عن الضحاك: كذلك كدنا ليوسف قال صنعنا ليوسف. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فقال بعضهم: ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك. عن ابن عباس: ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال في سلطان الملك. قال الضحاك: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يقول في سلطان الملك. وقال آخرون معنى ذلك في حكمه وقضائه. عن قتادة: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يقول ما كان ذلك في قضاء الملك،
أن يستعبد رجل بسرقة. عن قتادة: لم يكن ذلك في دين الملك. قال: حكمه. عن محمد بن كعب القرظي يقول: قالوا: جزاؤه من ولد في رحله، فهو جزاؤه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قال: دين الملك لا يؤخذ به من سرق أصلا، ولكن الله كاد لأخيه حتى تكلموا ما تكلموا به، فأخذهم بقولهم، وليس في قضاء الملك. عن معمر بلغه في قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قال: كان حكم الملك أن من سرق ضوعف عليه الغرم. عن السدي: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يقول: في حكم الملك. عن ابن إسحاق: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي بظلم، ولكن الله كاد ليوسف ليضم إليه أخاه. قال ابن زيد: ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. قال: وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى دين الملك فمتقاربة المعاني، لأن من أخذه في سلطان الملك عامله بعمله، فبرضاه أخذه إذن لا بغيره، وذلك منه حكم عليه وحكمه عليه قضاؤه. وأصل الدين الطاعة، وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع بشواهده، هو قضاء الملك وحكم الملك. وما يطيع الناس فيه الملك من نظام للحكم هو الصحيح. فإن قيل: كيف حكم، أو كيف كان يوسف يحكم بنظام الملك ودين الملك دون شريعة يعقوب؟ قلنا: لم تكن شريعة يعقوب لازمة أن يحكم بها بين الناس، أن يحكم بها يوسف بين الناس وهم غير مكلفين بها، إنما هم كلفوا التوحيد دون الشريعة. فأما يوسف فهو مكلف بشريعة يعقوب اللازمة له ولإخوته، فكاد الله له ليحاكمهم إلى شريعة يعقوب وبنيه. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.